بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح درس تحت عنوان أنواع المتعلمين، عن طريق إن احنا هنعرض خريطة ذهنية نعرض فيها كل نوع. عندنا 3 أنواع، هو المتعلم البصري والحركي والسمعي. نصيحة هنبدأ بيها للدرس، طبعا ان ممكن يكون نمط تعلمك مرتكز على احد منهم، او يكون من خليط من هنا على خليط من هنا، فلازم نبدأ بالمتعلم البصري، وده اول حاجة هتبقى هنواجهها. عشان يتعلم ويفهم لازم ان هو يرى الاشياء، لازم يفهمها، لازم يحضرها. عشان كده بيفضل هذا النوع من المتعلمين، بيفضل المحاضرات اللي بيستخدم فيها المحاضر ادوات بصرية زي شرائح العرض كبرنامج الباوربوينت كده، والبيانات الرقمية أو المصورة على هيئة رسومات، ويحب الدراسة في جو هادئ. لو أنت كنت متعلم بصري يبقى أنت بتستوعب المعلومة بشكل أفضل من خلال الرؤية. أفضل طريقة للمذاكرة للنمط البصري هي مشاهدة الفيديوهات التعليمية واستخدام الألوان والرسوم التوضيحية أثناء المذاكرة، ويمكنك الاعتماد على الخرائط الذهنية عند مراجعة وتلخيص المواد الدراسية، لأن تصميمها يعتمد بشكل أساسي على الألوان والرسوم والصور، بالتالي هيبقى تتذكر أفضل. تاني نوع من اللي عندنا وهو المتعلم الحركي، فهو يتعلم عن طريق تجربة الأشياء، لازم أن يجرب الأشياء وينفذها، وما بيستحملش إن هو يقعد في مكان واحد لفترات طويلة، فلازم أن يتحرك. غالبا اللي هو بيذاكر وصوت التلفزيون مرتفع، أو بيسيب موقع التواصل الاجتماعي، بيسيب الفيسبوك بتاعه مثلا مفتوح، وبيميل لأخذ أقساط متكررة من الراحة، بيقعد يرتاح. كذلك برضو يطلق عليهم اللمسيون، ايضا يستقبل هذا النوع من المتعلمين المعلومات بشكل اسرع، بيستقبل المعلومات بشكل اسرع لما بيشارك في انشطه او تجارب معمليه وابحاث ميدانيه، فبيبقى دول عندهم صعوبه في البقاء في مكان واحد لفتره طويله او الجلوس بلا حركه، وبيعتبر التسميع العملي هو افضل طريقه للمذاكره بالنسبه لهذا النمط من المتعلمين، حيث تتاح لهم فرصه اكبر للقيام ببعض الانشطه واجراء التجارب والابحاث، يمكنهم ذلك من حفظ وتذكر المعلومات. تالت نوع معانا هو المتعلم السمعي، وهو يتعلم كثيرا عن طريق الاستماع، ويحب القراءة بصوت عالي، يحب المشاركة بالآراء الشفهية، ولا يستطيع السكوت لافتراض. بيبقى بيسهل على هذا النمط من المتعلمين فهم المعلومات المسموعة أكتر من المكتوبة، فيسمع المعلومة يحفظها في دماغه، بتزداد درجة انتباهه وتركيزه بشكل أفضل عشان يسمع حلو. لو انت كنت تنتمي لهذا النوع من المتعلمين، فان افضل طريقه للمذاكره هي المذاكره بصوت مسموع والمناقشه مع الاخرين، وتعتبر طريقه التسميع الشفوي على احد الاشخاص هي اكثر طرق التسميع فعاليه بالنسبه لك. يعتبر الاستماع للمحاضرات المسجله وليس المكتوبه طريقه فعاله للمذاكره بالنسبه للنمط ده، ويمكن ايضا ان انت تقرا المعلومه وتسجلها بصوتك عشان تسمع لها بعد كده. لو كانت هذه الطريقه تسهل الحفظ على الكثير من الطلاب، فقد تكون اكثر جدوى بالنسبة لهذا النمط. تعالوا ناخد كل نوع محتاج ايه. متعلم البصري، اول نوع عايز ان انت تحط له خريطة دراسية مرسومة مع الاحداث المهمة على تقويم تتبعها، زي مثلا النهاردة هذاكر دراسات، يبقى خطتي ان انا هذاكر مادة الدراسات. اول درس أو قبل ما ابدا بدروس لازم اقسمها جغرافيا ولا تاريخ، هذاكر جغرافيا يبقى هياخد مني 4 ساعات، هذاكر تاريخ يبقى هياخد مني 2 ساعة. كذلك استخدام البطاقات التعليميه للمراجعه، يعمل لنفسه كروت يكتب عليها مثلا الاحداث التاريخيه للتاريخ يفتكر بيها اثناء المراجعه، يستخدم نظام تلوين الكلمات والملاحظات او رسم دوائر حولها عشان تلفت انتباهه بشكل اكبر، ان يشوف مقاطع فيديو لها صله بالموضوع الذي يدرسه، وان هو ينقل الملاحظات اللي بيكتبها المحاضر اثناء المحاضرة. المتعلم الحركي لازم يذاكر، مش لازم، يفضل مذاكرة لفترات قصيرة، دي أهم مميزاته، وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي، وإن هو يستخدم ألعاب الذاكرة لحفظ المعلومات أو البطاقات التعليمية زي ما قلنا، وإنه يدرس مع صحابه ويحرص على الدروس التطبيقية. فالمتعلم السمعي لازم تستخدم له الربط الذهني للتذكر، وتدرس مع مجموعة وتسجل المحاضرات وتحتفظ بتسجيل الصوت زي ما قلنا للملاحظات عشان تضيفها للكتابة، وتردد الحقائق مع غمض العين، يعني تغمض عينك تقعد تسمع. وكده بإذن الله نكون انتهينا من عرض الدرس، وإلى اللقاء في درس أفضل مع نفع نتعلم ببساطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.